لو حدثتمونا عن ما يحصل في داخل الأسرة من صراع ما بين يعني الآباء والأبناء أو بين الأخوان والأخوات، وما يرتبط بالإشارة حول الفروق أو الفروقات الفردية، حتى أيضا يكون المربين يكون المربون والمربيات في انتباه في هذه النقطة. تفضلوا حفظكم الله. نقول أن الصراع ينشأ غالبا بسبب التغيرات السريعة الحاصلة في العناصر المادية والمعنوية، حاصل بسبب الحركة السريعة للحياة. هذا يغير في كثير من المفاهيم في أساليب الحياة. العديد من الصراعات أيضا تعود أسبابها إلى الرغبة في الاستقلالية، عدم الرغبة بالتبعية للكبار أو التحرر أو السعي إلى الشخصية المستقلة. كثير من الفتيات تمر بمرحلة تحول في أثناء المراهقة بفرض حساسية تجاه كلام الأهالي، تعتبر أي كلام أو أي تأنيب أو أي كذا يعتبر تدخل في حقوقها وتدخل في حريتها الشخصية، أنه يقلل من قدرتها وعدم معرفتها للطريق الصحيح. وهذا كثير حقيقة، وهذا كثير. نعم، هناك ينشأ الصراع بين الآباء والبنات وما بين الأمهات أيضا وبناتهن، بحيث يصبح هناك فجوة مع الأسف، إما يسدها بعض الآباء بإرخاء كامل وإعطاء للفتاة كل الصلاحيات دون رقيب ولا حسيب، وهذا خطأ كبير. صحيح. أو بعض الآباء يمارسون التشدد والحصار الكبير فيمنعون الفتاة من كل شيء، وفي الحالتين إذا لا إفراط ولا تفريط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. التوازن مطلوب في كل الحالات، لا إفراط ولا تفريط، وأيضا لابد أن يعطى للفتاة بعض الأريحية وبعض الصلاحيات وبعض الحرية حتى تستطيع أن تنطلق في الحياة وحتى تستطيع أن ترى كل ذلك تحت ضوء الشرع والشريعة الإسلامية، أن لا يكون هناك طبعا أي محظور شرعي. الكثير للأسف من الصراعات التي تنشأ أيضا ما بين الإخوة والأخوات مع بعضهم البعض، حيث يتسلط بعض الإخوة الكبار على الصغار أو يتحكمون في مستقبلهم أو في اختياراتهم، وهذا شرخ كبير في العلاقة الأسرية التي ينبغي أن تكون علاقة تواصل وليست علاقة صراع. علاقة يعني تواصل وليست صراع. نعم. طيب، فإذا كان الصراع وإذا كان التسلط، ما التوجيه؟ لابد للأهالي أن يضعوا أمام عينيهم يعني أنهم هم المسؤولون عن التربية كما ذكرنا، وأيضا أن يكون هناك يعني لغة الحوار موجودة في الأسرة، أن تعطى الفتاة بعض الاستقلالية، أن تعطى بعض الأمور التي تستطيع أن تبدأ فيها، أن تعطى بعض الأعمال التي تقوم بها حتى تتاح لها الفرصة بأنه تمارس حياتها الطبيعية بشكل سوي وبشكل لا تشعر فيه أنها مختنقة فتهرب أو أنها مفلوتة فتضيع. صحيح. والوصف الأخير لو تعيدونه، لأنه وصف يضبط قضية التوازن مرة أخرى لو سمحتم. أن لا تترك فتضيع، لا تترك بحرية كاملة فتضيع، ولا أن تعصر وتحصر في مكان واحد أو في زاوية واحدة فتختنق وتهرب. إذن لابد من الود والحزم، لابد من الود والحزم في التعامل. وكما دلت أستاذ أسماء معذرة، كما دلت الدراسات أيها الإخوة والأخوات حقيقة على أن منتج ما ذكرته الأستاذ أسماء باتجاه ذات اليمين أو ذات الشمال، قصدي بالطرفي الأمرين الإفراط أو التفريط الذي ليس صوابا، هو منتج يساعد على قضية التمرد. يعني إذا كانت مدللة وبحماية زائدة وكل ما تطلبه ينفذ، سيصل بها الأمر إلى قضية التمرد، وكذلك إذا كانت يتعامل معها بقسوة وتسلط وشدة سيكون كذلك النتيجة هي التمرد. نعم أستاذة. هذا الصراع أيضا قد ينشأ بسبب خلل تربوي، وهو عدم مراعاة الفروق الفردية ما بين الأبناء، وهذا الفرق هذا يكون إما فرق نوعي أو فرق في الدرجة. فالفرق النوعي مثلا مقارنة الفتاة بغيرها سواء بالصفات الخلقية أو الخلقية، فينشأ هنا صراع ما بين الأخوات أحيانا بينهم مع بعضهم البعض، وأيضا بين الأم والبنات لما الأم تكثر من يعني تشبيه البنت أو مقارنتها ببنات عمها بنات خالها أو ببنات أخريات مثلا في الشكل في الطول في الجمال في غيره، تبدأ البنت تفقد ثقتها بنفسها وتبدأ تمارس يعني نوع من التمرد أو إذن لا داعي للمقارنات، عقد المقارنات هذه. نعم، الفروق الفردية أيضا قد تكون في الدرجة بالذكاء في العقل في مستوى هذه القدرة. أيضا لا يجب على الأهل أن يعني يجب عليهم أن يراعوا الفروق الفردية ما بين البنات بعضهن البعض وما بين الفتيات والأخوات،
لأن هذا كثرة الحديث عن صحيح. الفروقات الفردية تفقر الفتاة للأمان والراحة والسعادة. حتى للأطفال حقيقة يحصل هذا الإشكال إذا كان هو عبارة عن طريقة التربية يعني ومستمرة في هذا، لا شك أن له أثره السيء، فكيف بقضية المراهقات؟ في الختام نقول: لا تجبروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، وهذا من أهم لا الأشياء التي تجبروا، يجب أن لا نراعيها. تجبروا، لا تجبروا أبناءكم على عاداتكم أو آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، وهذا من الحكم التي تقال في هذا، في مراعاة الفروق ما بين يعني الأجيال وما بين الأفراد معهم. أتقصدون في هامش العادات التي فيها كما يقال مندوحة وهامش اجتهاد، يعني يضبط هذا كله هو شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، نركز على العقيدة الصحيحة، وأن يكون مرجعنا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شكرا لا عادات ولا تقاليد ولا حتى مثل أهل فلان وأفعال العلان. شكرا